تحويل الحلم إلى حقيقة. فلم يكن انتصار أكتوبر نصراً عسكرياً عادياً يوضع على مائدة المقارنات مع أي انتصار عسكري آخر، بل كان معجزة بكل المقاييس. واليوم تنظم القوات المسلحة الندوة التثقيفية 29 تحت عنوان أكتوبر تواصل الأجيال. فهناك جيل ضحى من أجل استعادة الأرض، وهناك أجيال تجني وتحصد ثمرة هذا الإنجاز لتستمر مسيرة الأجيال وتنهض مصر دائماً بسواعد أبنائها المخلصين. هذه الندوة تأتي مواكبة لاحتفالات مصر وقواتها المسلحة بالذكرى 45 لانتصارات أكتوبر المجيدة. وخير ما نستهل به ندوتنا آيات بينات من الذكر الحكيم والقارئ الشيخ خالد الجرحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله أقدامكم. والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم. صدق الله العظيم. السيدات والسادة، قبل أن نبدأ فقرات ندوتنا